او دابا بالبانسات هما الاولين هادو اللي هاد الافتحات هادو اللي كتشوفوا معايا خيطهم هما الاولى يعني ديال الظهر وديال الامام بعد ما خيطت هاد البانسات هادو خدو الجهه ديال الظهر مشيو الجهه ديال الكتف ونخيطوا الامام مع الخلف يعني الكتف هادي الجهه ديالها هكذا خيط الكتف مع الكتف بهذه الطريقة هذه خيط غير من هنا حتى لهنا خيط هذا الكتف هذا ونجي نخيط هذا نفس الطريقة دابا نخيط هذا الكول هذا السنتيم اللي كنا خلينا بهذا الشكل هذا نخيطه خيط سنتيم ديالي باش يجيني هنايا هاد الخياطه هادي هاد الزياده غتخيط مع الخلف فهاد البلاصه هادي فين بعد ما خيطنا هاد السنتيم دابا غادي نخيط هاد البلاصه هادي نجي الوسط ديال العنق مع الوسط ديال الخياطه هاد الكول صافي كنخيط عادي هاد الجهة نفس الطريقة نستمر حتى نكمل ورجع لكم خيطنا دابا الكول هو هذا وغادي نلصقو ليه التبطين ديالو هذا هو التبطين غنخيط سنتيم ديالي من هنايا صافي بعد ما خيطت كناخد هاد التبطين هذا بهذا الشكل ونحط الخياطة على الخياطة بهذه الطريقة صافي كنبدا نخيط من الاول حتى للاخر من هنايا نبدا الخياطه ندور على الكول حتى للجهه الثانيه يعني حتى نهبط للاسفل يعني حتى جهه الحزام حتى لهنا من بعد ما خيطت الكول ديالي هذا هو الموديل يعني اللي مفيكسي اللي خيطناه في الاول اللي فيه الكتف وهذا التبطي يعني كيجينا بهذا الشكل هذا ملي كيتقلب على العنق كيجي بهذه الطريقه دابا غادي نخيط الكتاف ديال الموديل عفوا الكم سمحوا لي غنخيط دابا الكمام دابا الكم كيف كتشوفوا معايا هو هذا ونجي نلصق ليه هذيك الباندا هنا زينوا باش ما بغيتوا ممكن تزينوا ممكن عندكم حتى دونطيل بحال هذا ولا اللي بغيتوا انا فضلت انني ندير هاد البي هذه هي الباندا غادي نخيط هنا البي هو الاول ناخذ غادي نطوي على زوج صافي كنخيط عادي هكذا كنمشي بالخياطه داك السنتيم اللي شديت هو اللي كنمشي عليه على الباندا كامله على الكم كامل بهذه الطريقه غنخيط هنايا البي ورجع معكم صافي بعد ما خيطت هاد البي غناخد هاد البوند هادي البوندا غنحطها بهذا الشكل هذا وناخد هاد البي نحطو يعني هاد الجهه اللي فيها البوندا نحطها فوق هادي هكذا بهذا الشكل هذا وغنمشي فوق هاد الخياطه هادي فوق هاد الخياطه اللي خيطت نحصل على الكم ديالي بهذه الطريقه هذه يكون فيها البي صافي نفس الطريقه ندير لكم الثاني حتى الكول جاتني واحد الفكره حتى الكول غادي ندير فيه هذا البي هذا دونك غادي نفتق هذا الكول هذا غادي نعاودو كل شال هذا الكول هذا هذا التبطين وهذا الموديل غادي نحل هذه البلاصه اللي لصقت يعني نحيد الكول هذا التبطين عفوا وندير ليه نفس الطريقه اللي درتها في الكم هذا هو الكول شال غادي نبدا من هنايا من الاسفل هنا في هاد الجهه اللي فيها البانسا نبدا من هنايا ونفس الطريقه اللي خدمتها في الكول غنخدمها حتى هنايا كنطوي هادي على زوج بهذه الطريقه صافي غادي نخيط انا الدوره كامله من بعد نجيب داك التبطين بحال اللي خدمنا الكم هذا هو الكول ديالنا كيفاش كيجي
دابا نجمع هاد الكم غنخيطو من جوج جهات، يعني نخيط هاد الكوطي هذا حيت من جهه التركيز حتى لهنا ونخيط الجهه الثانيه. صافي دابا كملنا الجزء العلوي يعني القطعه الفوقانيه، ودابا هذه التحت ديالها يعني هذه التنوره اولا الجزء السفلي. هذا الظهر كيف كتشوفوا معايا، هذه الجهه ديال الظهر، هنا وضعت واحد الكرانه في الوسط. صافي دابا نبدا نخيط، نخيط هاد الكوطي هادو من الجناب ديال هاد التنوره. نجيب الجهه ديال الامام ديك القطعة الصغار اللي كيجيو بجوج، هادي غادي نخيطها في هاد الجنب هذا. هنا الامام عندنا جوج قطعات والخلف راه قطعه واحده، اذا نخيط هاد الكوطي هذا هاد الجنب هذا، من بعد نخيط الجهه الثانيه. خيطنا هاد الجهه هادي، ودابا نخيطوا هاد الكوطي هذا هاد الجنب هذا. في دابا غادي نلاقيو القطعه السفليه مع هاد الفوق، الجهه هاد الفوق هادي بلاصي باش يكون واضح مزيان. اذا هذا هو الكول، ها هو الكورشال هو هذا، وهنايا الجهه ديال الحزام، هذا الكم، ها هو الكم، ها هو الداخل، هنا الجهه ديال الحزام. اذا غنفتح انا هذه الجهه هذه اللي فيها 6 سنتيم ديال الكورشال، يعني هذا التبطين وهذا الموديل في الاخير كيدخل هذا التبطين كيدخل الداخل بهذا الشكل. اذا انا نخرج هاد 6 سنتيم ونجيب القطعه الجهه الاسفل اللي كنا خلينا اللي كنت قلت لكم خليو 6 سنتيم، ها هي 6 سنتيم، هي هذه اللي كنا تراسينا. ناخذ هاد 6 سنتيم مع هاد 6 بهذا الشكل هذا صافي، وغادي نبدا نخيط. غنخيط من هنا حتى لهاد البلاصه هذه، وفاش نوصل لهاد الجهه ديال البانسا هنايا هذيك الزياده اللي خليت ديال 10 سنتيم ديال البليكرو بالحق خلي حتى نوصلوا ليها عاد ديك الساعه. المهم غنبداو عرفتي شنو، غادي نبداو من الجهه ديال الخياطه، يعني من جهه الكم، ها هو فهاد الجنب هذا الجهه ديال الكم، يكون واضح ان شاء الله. ها انتما هذا هو الجهه ديال الكم، يعني من تحت الابط، ها هي هاد الخياطه هذه ماشي البانسا. غنجيو من هاد الجهه ديال الكوطي ونخيط الجنب ديال لاجيب او التنوره، خيطها من هنا ولا نثبتها غير بواحد الابره حتى نوصل ليها باش ان شاء الله يكون ساهل. ها انتما هكذا. دابا غادي نخيط هاد 6 سنتيم هادي، باقيها مع هادي ديك الزياده اللي كتبقى لينا بهذا الشكل هذا، هذيك الزياده اللي كتبقى لينا كنمشيو حتى لهنا. شوفوا معايا هاي 6 سنتيم. دابا هذه البانسا وصلت لهاد البلاصه هذه، نشوف ديك الزياده اللي كتبقى، كنثبتها واحد الابره من الافضل هكذا، وهنا كذلك كنجيب هاد الزياده هذه حتى لهنا بهذه الطريقه، وغادي ناخذ هاد البلاصه ونخيطها. نخيط تقريبا، نخيط فيها سنتيم اللي غادي نخيط فيها، كون عندي بليكرو. ملي خيط دابا هاد السنتيم هذا كنجي للوسط ديال هاد البانس ديال هاد البليه من هنا هكذا، نحطها فوق هاد الخياطه صافي، كنخيطو عليها. انا نثبتها بواحد الابره باش ملي نكون جايه بالخيطه نكون عارفه اشنو كندير صافي. ها هي ملي غادي نبداو الخيطه ديالنا، راه نبداو من 6 سنتيم وغادي نمشيو بالخياطه حتى للجهه، يعني هاد الطريقه اللي درت ديال البليه فهاد الجهه ديال البانسا نفس الطريقه غنديرها في الوسط هنايا. الجهه الظهر عندنا في جوج ديال البليات، جوج من هادو، وفي الجهه الامام كتجي وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه صافي. لاحظوا معايا هذا الظهر، هاد الجهه ديال الظهر شفتوا، مع هاد الجهه الامام اللي غيكون فيها هنايا كاين الكول، وهذا هذا الجهه ديال الامام واحد القطعه غير واحد الجهه حيت يكون عندنا جوج هذا اي واحد الجهه، وهذا الظهر. اذا الظهر قلنا فيه جوج ديال البليات، هنايا هذا الجنب هذا الكوطي ذو الجناب ثبتهم بواحد الابره. غادي ناخذ الجنب الثاني الجهه الثانيه ونثبتها حتى هي بواحد الابره من الجهه ديالكم
في كاين لكم هنايا خياطه، في كاينه الخياطه هنا في هذه البلاصه هذه، نتبسها عاود بواحد ليبره، وديك الزياده فحال اللي درنا غادي نجمعوا هاد البليه، غادي نديروا وحده في هاد البانصه، بليه تكون في هاد البانصه، بليه في هاد البانصه هذه. هنا راني وضعت واحد العلامه في الوسط ديال الظهر ما بين البانسات هادو، هاد البانسات هادو اللي كنهضر عليهم ما بيناتهم، يعني في الوسط ديالهم درت واحد الكرانه، يعني حتى هاد التنوره غناخد الوسط ديالها مع الوسط ديال هادي، وديك الزياده اللي بقات لينا في التنوره غادي نديروها بليه وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه. دابا غادي نخيط، كملنا دابا الخياطه ديالنا، ودابا ناخد الجهه ديال الكول، هي هادي هذا الكتف، الجهه ديال الكتف، وهذا الكول ديالنا هو هذا. غادي نجي دابا باش نفيكسي باش يعني نخيطو تصبطين مع هاد القطعه، غنبدا الخياطه بهذه الطريقه هذه، خياطه في الوسط هكذا، نمشي لهاد الجهه هذه، والطريف هذا مع الكتف، خياطه الكتف، هاد القطعه هاد جوج سنتيم اللي كنا زدنا، غنبدا الخياطه من هنايا. نشد فيه غير نصف سنتيم باش من باش الخياطه من الجهه الثانيه، نستمر هكذا حتى نكمل ونرجع معكم. في خيط دابا من هاد الجهه ديال العنق، وهنايا هاد البلاصه هذه اللي غتبقى ليا هنا في الجهه ديال الكتف، شوفوا معايا هاد الجهه هذه اللي غتبقى ليا هذه، غادي نخيط الكول ديالي، غادي نبدا الخياطه من هنايا، غنخيط من هاد الجهه هذه، نمشي فوق السرجي وانا كنخيط وانا كنقاد التوب ديالي بهذا الشكل هذا، الجهه ديال الكول كنهبط بالخياطه حتى للاسفل. هذه 6 سنتيم اللي كنا خليناها في الجهه ديال هاد التنوره هذه، هي هذه تتناسب مع هذه هكذا، كنهبط بالخياطه حتى للاسفل، هنايا كنمشي فوق السرجي بالخياطه. ديت دابا من الاسفل كيف كتشوفوا معايا، هاد 6 سنتيم هذه قاد التوب ديالي بهذه الطريقه هذه، ما كنجبدش هاد التوب ديالي هكذا، كنمشي على الجهه ديال السرجي. ثم فاش كنبقى جايه بالخياطه حتى كنوصل عند الكول هنايا، وكنكمل الخياطه ديالي عادي، انا كنتاكد كنحاول نجبد التوب غير شويه انا باش نقادو باش ما يبقاليش هنايا الزياده هكذا، كنبقى التوب ديالي وكنستمر بالخياطه. صافي دابا نبداو في لوغلي، يعني اسفل الموديل، ديك الطيه او الثانيه ولا العطفه كل واحد شنو كيسميها، نطوي انا القياس على حسب شحال ما خليته في الاسفل، انا خليت واحد القيمه ديال الخياطه على حسب نتوما شحال خليتو. هنستمر حتى نكمل هنايا لوغلي ونخيط الحزام، نحاول هنايا نخيط في هاد البلاصه هذه باش تثبت لي هاد التبطين مع هاد سميتو، خيط تقريبا واحد القياس سنتيم اولا، المهم الحاشيه ديال الصباط او الصباطه. صافي كنوصل غير لهنايا وكنوقف، ما كنكملش في هاد البلاصه هذه. بالنسبه للحزام كنت حسبت فيه 10 سنتيم، 10 سنتيم، دابا غادي نقطعو هنا في الوسط، يعني الطول ديالو كامل غادي نقطعو هنا في الوسط، علاش؟ لأن بغيت ندير فيه داك البيي، هاد الشريط البيي هذا باش يكون فحالو فحال شكل البينوار. بالنسبة للحزام هاد الشريط البيي هذا غنخيطو من جوج جهات، كنت بغيت ندور هاد الجهة ولكن على حسب البيي مبقاليش بزاف، دونك غنخيطو من هاد الجهة ونخيط كذلك حتى فهاد الجهة هادي. هدا الوجه ديال الحزام، وهذا اللي لتحت هو الظهر ديالو، درنا نخيط من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ومن بعد كناخذ القطعه الثانيه فحال اللي خدمت معكم الكول وهذا، كناخذها بهذا الشكل هذا، كنقلب الجهه اللي فيها الخياطه كنحطها فوق من هاد القطعه باش كنمشي على داك الخياطه. هذا داك الحزام اللي كيكونوا في الداخل ديال البينوار، عندي جوج القياس اللي بغيتو فيه، المهم من الاحسن يكونوا رقاقين لكن ما عنديش ماشي مشكل، المهم انا درتو هذا القياس هذا، عندي جوج في هاد القطعه هادو،
واحد هو خيطو هذا مازال صافي. غنقلبهم باش نلصقهم لداخل ديال البينوار. وعندي هادو اللي كيدخل فيهم الحزام كيكونوا في الكوطي في الجناب باش الحزام كيدخل هنايا كيكون فيهم حصه ديال كيكونوا حصه ديال يعني كيجيو هنايا. انا غادي نديرهم فوق هاد نديرهم في الكوطي هنا في الجناب. غادي ندير غير جوج ندير وحده في هاد الجهه نلصقها هنايا تحت هاد البلاصه فين كاين الكم هنايا ندير وحده في هاد الجهه باش هاد الحزام كيدخل هنايا كيشدوا لينا الحزام صافي. ودرت هاد الحزام هادو غادي يكونوا لداخل يعني لداخل ديال البينوار هنا واحد غيكون في هاد الجهه غيكون في الاول ديال البينوار باش ملي كيتربط لداخل صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للعرض ديال هاد الحزام وهو مطوي على زوج يعني فيه 4 سنتيم يعني كيتخيط راه كيبقاو 3. بالنسبه لهاد القطعات اللي كنديرهم في الجنب العرض ديالها المهم كيبقى اختيار يعني ديروا فيه شحال ما بغيتوا. المهم انا قطعت على الله وصافي. المهم عندي 7 سنتيم في العرض وفي الطول فيها 9 سنتيم. المهم نحسبوا غير 9 نطوي هاد الجهه ونطوي كذلك هاد الجهه هادي نعاود نطويها مره اخرى صافي. كنجي كنخيط من هنايا وكنخيط من هاد الجهه هادي صافي. الطريقه صراحه سهله. اذا خيطت فهاد الجهه هادي ودابا غنخيط الجهه الثانيه. ديال التركاب ديالهم كنجيبوهم هنا في الوسط. هذا راه الجيب ديال البينوار درتو هنايا درت ليه الجيب في الكوطي في الجنب. هنايا كنجيو لهاد البلاصه هادي ديال الحزام كنحطو هادو في الوسط ديالهم يعني كنحطو بهذه الطريقه هادي هكذا صافي. كنجيو لهاد البلاصه كنطويو سنتيم من هاد الجهه نخيطوها وسنتيم فهاد الجهه عاود كنخيطوها بهذه الطريقه. خيطت دابا هاد الجهه هادي الجهه اليسار او الجهه اليسرى هي اللي خيطت فيها هاد الحزام هذا. وغادي نمشي للكوطي اللي بحال هاد الشكل هذا بحال هاد اللي في الجنب ونخيط فيه حتى واحد اللصق فيه يعني من الجهه الثانيه باش كيتربطوا لداخل هادو ما كيبانوش يعني كيجي واحد الطرف هكذا والجهه اليمين كتجي فوق اليسار. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل وتكون سهل عليكم باذن الله. شكرا بزاف على المشاهده وكذلك على المتابعه وكنشكركم على التعاليق الرائعه الرائعه. شكرا شكرا بزاف كنشكركم بزاف وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا من الدروس اللي كنحط لكم. شكرا بزاف. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الموديل. ها هما ليبلي كيف قلت لكم هادو كيبقاو اختيارين اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. هذا هو الدور ديال البانسه هنايا كتجي هاد البلاصه كتجي مجموعه ما كيجيش الثوب زايد هنايا كما كنقولوا حنا مخنش ولا واش كيقولوا ليها. المهم هاد الثوب هذا كيبقى هكذا من فوق من هنا يعني الدور ديال هاد البانسه كتجي من الموديل يعني على الجسم ديالو كيعطي واحد كتعطي اللبسه كتعطي واحد الاناقه كتبان انيقه السيده. غنوريه لكم في الخلف كيفاش كيجي الكول ديالنا الشكل ديالو في الجهه ديال الظهر كيفاش كيكون. وشوفوا معايا الكول اهم حاجه ان الكول يجيكم هكذا كيجي واخد الراحه ديالو ما كيجيناش يعني ملي كيتلبس ماشي كيجي هاد البلاصه طالعه شي شويه بحال هاد الشكل. هذاك راه ديفو يعني خص الكول ملي تلبس كيجي واخد البلاصه ديالو كيجي طايح على الكتف ديالنا بهذا الشكل هذا. نتمنى تستافدوا من هاد المعلومه هذه وتطبقوا داكشي اللي وريتكم ان شاء الله يخرج لكم 100% كيخرج مزيان. اذا ها هما لي بلي اللي قلت لكم كيفاش كيعطيو واحد كيعطيو واحد الشكل هنايا في الظهر ولا في الامام ها هو ومباشره كيبان احسن. شكرا مره اخرى والسلام عليكم بلا ما نطول عليكم.